السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن design of unreinforced walls under out of plane loading. دي هي الحالة الثانية لل loading conditions. احنا الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن ال vertical loads. لما عندي vertical load فقط على حيطة, vertical load ممكن يكون concentric أو eccentric. المرة دي احنا بنتكلم هنا عن حيطه ممكن تكون لان لود بيرنج ما عليهاش فيرتيكال لود خالص, او عندها فيرتيكال لود بس عليها معاه اوت اوف بلين لودز. الاوت اوف بلين لودز في الحاله دي هي لو هي المين بلاير, لو هي اللاعب الاساسي في الحاله دي, ده ممكن يحصل لحالات مختلفه. من ضمنها مثلا لو انا عندي حيطه خارجيه عليها حمل رياح. حيطه خارجيه ممكن تكون حيطه خارجيه في مبنى, ممكن تكون سور, الاقي حمل رياح في مناطق فيها رياح عالية, او ممكن تكون earth retaining wall, حيطة ساندة يعني حيطة بدروم مثلا, وفي لود للتراب نازل عليها, عليها lateral earth pressure, او تانك مية. وبرضو التانك ده ممكن برضو يعني ممكن برضو نعتبر بسين حمام سباحة, ممكن تعتبره تانك يعني عليه هيدروستاتيك لود, عليه لود بسبب المي. الحاجات دي كلها برضو ينطبق عليها نفس كل الكلام اللي عليها قبل كده, فكره الباوندري كونديشنز. يعني انت الحاجه لو ممسوكه, لو في عندك كاميرا فوق وكاميرا تحت هتعتبرها هنج, لو في عندك لو هي مدفونه من تحت وفي كاميرا فوق هتبقى فيكست هنج, انما لو مفيش كاميرا فوق هتبقى فيكست فري, وهكذا. الديزاين في الحاله دي لا بينقسم الى قسمين, ديزاين للشير وديزاين للبندنج. والشير هنا احنا بنتكلم عن اوت اوف بلين شير. اوت اوف بلين يعني الحمل جاي عمودي على الحيطه, انما لو الحيط لو الحمل موازي للحيطه لا, ده ما يبقاش اوت بلين شير, ده يبقى ان بلين شير, يبقى شير وول يعني. لكن احنا الحاله بتاعتنا دي الحمل عمودي على الحيطه. فالحمل العمودي على الحيطه انت بتحسب اهم حاجه ان احنا بنروح نحسب شير ستريس اللي هو كيو, ونقارنه بالكيو الاوبل اللي هو الحد المسموح به في شير ستريس, حد المسموح به في الشير ستريس. طب هنا في حاله زي كده كيو الاول ده بيساوي 0.08 اف داش ام. اف داش ام تاني ده الميسونري سترينث, السترينث بتاع الميسونري اللي هو زي ما قلنا يا اما انا هديه لحضرتك, يا اما بيبقى حاجه انت مثلا عملت تيست وجبته, ففي حاله زي لو امتحان او كده انا هديه لك, يا اما بنجيبه من التيبل بتاع الكود اللي هو انت بتستخدم ال 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 المورتر سترينث, وبتستخدم السترينث بتاع اليونت قوه المونه وقوه الطوبه. انت بتعرف المونه والطوبه قوه كل واحده فيهم عارفها, فبتقدر تجيب الرقم الثالث اللي هو السترينث بتاع الميسري ك ك ك يونت على بعضها, ك كوحده بناء على بعضها, تمام, اللي هو السترينث بتاع الغول نفسها. ده نحطه تحت الجذر نضربه 0.08, ده يديني الالاوبل الكيو الاوبل الاوبل شير سترينث. طيب ده لازم يكون مساوي او اقل من 0.3 ميجا باسكال. يعني لو رحنا حسبنا حاجه زي كده, لو انا عندي اف داش ام ده رقم كبير شويه وطلعت حسبت الحسبه طلع كيو الاوبل 0.4 مثلا, لا اخدها 0.3, لازم اعتبرها 0.3, ما ينفعش يتجاوز 0.3. طب الشير ستريس ايه حكايته؟ الشير ستريس هو بيساوي كيو في اس على اي في بي. طبعا انت لو ضربت اليونت ساعتها هتلاقيها ميجا باسكال, يعني خلي بالك لازم يكون ميجا باسكال عشان انت الرقم اللي فوق ده كنا حاسبينه ميجا باسكال, فلازم تخليه ميجا باسكال, بمعنى ان كيو ده هيبقى الشير فورس ان نيوتن. اس هي الفيرست مومنت اوف انرشيا كالكوليتد فروم ذا اند اوف ذا سكشن تل ذا اكسس of the wall calculated in millimeter cube. بمعنى ان حضرتك انت دلوقتي جيت, خلي بالك من نقطه مهمه جدا, انت هنا
الاس ده الفيرست مومنت اوف انرشيا. فيرست مومنت اوف انرشيا لما تفتكر الفيرست مومنت اوف انرشيا ده بيتحسب ازاي؟ ده كان الاريا مضروبه في السنترويد، الاريا مضروبه في مسافه السنترويد، تمام. وبعد كده عندي اي دي المومنت اوف انرشيا اللي هو طبعا في الحاله بتاعتي دي بي اتش كيوب على 12، وبي هي الافكتيف ويدث اوف ريزيستنج شير ان مليمتر. ونحس ان احنا بنتعامل اصلا مع حيطه كونتينوس وعليها لود ديستريبيوتد، فبالتالي احنا هنتعامل مع 1 متر ستريب زي بالظبط لما بتعمل ديزاين لسلابس، زي بالظبط لما بتعمل ديزاين لسلابس. انت بتعمل ديزاين لسلابس بتعمل تاخد 1 متر ستريب، هنا برضو هناخد ستريب عندها شريط عرضه 1 متر، تمام، عرضه متر. بي ده هو الافكتيف ويدث اوف ريزيستنج شير، يعني في الحاله بتاعتنا دي هيبقى 1000 مليمتر، تمام. والاي هتتحسب على هذا الاساس بي اتش كيوب على 12، البي هنا هي مين؟ برضو ال 1000 مليمتر. كيو بقى انت حسبت كيو خلاص، لازم تتاكد ان كيو ما تعديش الاقل من الثلاثه، نص ميجا باسكال او 0.0125 اف داش ام او نيو زائد 0.35 ان على اي ان. اي ان ده ان دي الاكسل فورس، يعني لو عليها فيرتيكال لود اصلا، يعني لو الحيطه دي ما عليهاش فيرتيكال لود ما بنبصش للحته دي خالص، مش بنتعامل معاها. طيب اي ان دي هي الاريا نورمال للاكسل فورس، والنيو ده معامل، المعامل ده بيبقى يساوي 0.08 ميجا باسكال لو انا عندي ستاك بوند، بيساوي 0.2 ميجا باسكال لو انا عندي ان جراوندد رانينج بوند، بيساوي 0.32 ميجا باسكال لو انا عندي جراوندد رانينج بوند. ولو تفتكروا الستاك بوند اللي هو لو حضرتك الدنيا مش متربطه عندك اصلا، انت ما عند... انت ما ما ما, ما... ما عندكش رباط انجليزي او فلامنكي او اي نوع من انواع الرباط، الرباط مش موجود، مفيش رباط يعني، تمام. انما الرانينج بوند هو لو انت عندك رباط متداخل، يعني الستاك بوند هو الرباط غير المتداخل، الرانينج بوند هو لو انت عندك تداخل. فلو عندك تداخل احنا بندي الفاكتور ده اعلى شويه، بنعتبر ان التداخل بتاع الحيطه بتاع يونتس مع بعض ده في حد ذاته هيدي الحيطه دي قوه في الشير عن لو هي غير متداخله، وده شيء منطقي جدا. وطبعا لو هي الحاجه دي جراوتد محقونه غير اقوى بكتير من لو هي مش محقونه، فمنطقي جدا ان احنا نلاقي الارقام الترند بتاعها ماشي بالشكل